بزاف من الحالات المرضية يوصلونا للعيادة بعد ما يستخدموا مكملات غذائية بدون استشارة طبيب، وشحال من ليجان ومن الشباب يجيونا للعيادة عندهم مشاكل هرمونات بعد ما استخدموا مكملات وأدوية في ليصال تاع لسبور. اليوم لازم نعرفوا هذه الأخطار وكيفاش نتفادوها إن شاء الله. معكم الدكتور بونقطع عبد الرحيم، أندوكرينولوج ديابيتولوج، معناتها طبيب مختص في أمراض الغدد والهرمونات. نتفهم، الأعشاب والمكملات الغذائية مفيدة لصحة الإنسان، والهرمونات لما يكون الجسم محتاجها ولما الطبيب يقدمها هي تعتبر علاج. دونك ما عندناش مشكل مع المختصين في العلاج بالأعشاب الطبية ولا اللي يقدموا نصائح في التغذية والمكملات الغذائية لما تكون بلي دوز ولما تكون في الانديكاسيون، ولكن المشكل رانا نلاحظه فيه ورجع من هبة ودبة يكتب مكملات غذائية، رجعوا لي زيربوغيست يمدوا وصفات تحير منين جابوا هذوك الخلطات في لي سال تاع لو سبور، بعد ما كانوا ياخذوا يعني لي زاسيد اميني الان رجعوا دي زغمون يجيبوهم كابا ويقدموهم للناس وما على بالهمش واش هما الاخطار. تبعوا معايا ان شاء الله راحين تفهموا باذن الله. كان نبداو بالنقطه الاولى، الفيتامينات هي مواد يسحقها الانسان، كاينين في الاكل تاعنا، اللي ياكل يعني غذاء متوازن وطبيعي راح يلقاهم ما كانش مشكل، ولكن في بعض الحالات يصراونا دي كارونس، يكون الجسم تاعنا مخصوص في هاد الفيتامينات، رجعوا الناس يشري وحدهم هاد الفيتامينات، فيهم اخطار واخطار كثيره، كما ديجا هضرنا على الخطر تاع الفيتامين دي، كان ناخذوه بزاف يقدر ياثر على الكالسيوم، هذه اخطار تؤدي الى الموت او تلف لي زورغان كما الكبد والكلى. النصيحه الاولى هنا، الفيتامينات تاخذهم لما الطبيب يقدمهم لك، ومن المستحسن مره على مره دير لي زاناليز تاع الفيتامين دي ولي زاناليز تاع الفيتامينات الاخرى باش تعرف صح الا كان الجسم تاعك محتاجهم ولا لا. نروحوا للنقطه الثانيه اللي هي تاع الاعشاب، بلي بلونت ميديسينال متعارف عليها منذ القدم باللي هي اللي عندها لو برينسيپ اكتيف تاع اغلبيه الادويه اللي نستخدموها الان. لما تقولي راني نستخدم الاعشاب، كاين بزاف اللي يقول لي الا كان ما نفعتنيش ما راحش تضرني، خطا. لازم تعرف لي بلونت ميديسينال هي ادويه وفيها دي برينسيپ اكتيف، ولكن لا دوز شحال ندي ما عندناش دراسه تقول لك شحال تدي من لا دوز، دونك الاعشاب طبيه حذري. النقطه الاخيره في هذا الموضوع تاع اليوم في لي سال دو سبور، لي كوتش دو سبور ربي يعينكم ان شاء الله، ولكن لازم تخافوا ربي، كاين لي بسبب هذا استعمال الهرمونات فقد الهرمونات الاصليه تاعو، مثلا رجع ما ينجبش الاولاد، دونك حذاري، دونك حذاري من استعمال الهرمونات في لي سال دو سبور. نصيحه لي زيربوغيست، حذاري من الوصفات والخلطات، ولما يجيك المريض قول له روح شوف طبيب المعالج تاعك هل هذا الاعشاب تساعدك ولا لا، لا لا بوبولاسيون جينيرال، هذه صحتك اغلى حاجه عندك في الدنيا، الا كان ما ديرش ثقه في طبيب المعالج تاعك علاش تروح لعنده؟ طبيب المعالج يقعد معاك نصف ساعه هو يفهمك، تخرج لبرا تبدل العلاج، ما تروحش لعنده اصلا، بدل رجع داوي عند الناس الاخرى وفقط. حذاري، ربي يشافي الجميع وبارك الله فيكم.